حياكم الله مشاهدينا قناة وطن، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الشارع العام. نتواصل معكم على مدار ساعة من الوقت ونتحدث اليوم مع المواطن العراقي في الشورجة تحديدا، هذه المكان اللي مثل ما نعرفه والمتعرف عليه كل الأشياء اللي يحتاجها العراقي موجودة هنا. دائما هذا المكان يشهد كثافة بالمارة وخصوصا للتبضع، كل الأشياء متوفرة هنا ودائما تكون المحافظة العراقية ترتاد هذا المكان من أجل التبضع. اليوم نتحدث حول ايضا المشاركه في الانتخابات وايضا من هي الشخصيات التي اختارها المواطن العراقي. اليوم المواطن العراقي يعني خلال تواجدنا في مراكز الاقتراع يوم امس كان هو اكيد يختار الشخصيات اللي هي بعيده عن التحزب، وايضا في نفس الوقت اليوم المواطن العراقي وكل العراقيين ينتظرون عرض النتائج. اليوم راح تنعرض النتائج اكيد وراح يبين مستقبل العراق، يعني اليوم كل العراق ينتظر عرض النتائج وايضا ينتظر التغيير والمرحله المقبله. اكيد احنا نتامل مرحله خير ومرحله اعمار للشعب واعمار لكل المناطق اللي هي تعاني من نقص الخدمات. يعني اليوم العراق هو من شماله الى جنوبه يعاني من النقص بالخدمات خصوصا بغداد. يعني اليوم اذا ردنا نتحدث عن بغداد هي بيها اهمال من عام 2003 ولحد هاي اللحظه ماكو اي التفاته سياسيه حقيقه. يعني بالصيف مشكله المياه ومشكله الكهرباء، يجي الشتاء مشكله المجاري والامطار وغيرها كلها تاثر. يعني من عام 2003 ما التمسنا شيء حقيقي يعني ممكن يريح المواطن العراقي. اليوم المواطن العراقي دائما بنظهر امام شاشه التلفاز ونلتقي به اكيد لابد ما عنده معاناه يتحدث بها. مشكله الخريجين ايضا هي مشكله نتمنى من الحكومه هذه الجديده ونتمنى من القادم يكون افضل. تلبيه احتياجات المواطن العراقي هي اهم فقره على الحكومه ان تنتبه اليوم وتنزل الى الشارع العراقي من اجل استماع الى مشاكل المواطنين. يعني شكوا بها اليوم المسؤول اذا ينزل الى الشارع العراقي ويسمع الى مشاكل المواطنين، ماكو منطقة ما بها مشاكل، ماكو منطقة ما بها خلل، كل المناطق هي تعاني من نقص بالخدمات. وأمنا بالقادم ودائما احنا شعب متفائل وشعب صبور ننتظر القادم، وأكيد راح تكون مرحلة جديدة، مرحلة إعمار، مرحلة بنى تحتية، مرحلة يعني فتح المصانع العراقية اللي هي أصبحت مشكلة جدا كبيرة. اليوم عندما تذهب إلى الأسواق العراقية راح تشوف كل الأشياء هي مستوردة، لكن الحاجة العراقية والمنتوج العراقي هو نادر ما تشوفه بكثافة بالأسواق، وهذه أسباب اللي هي موقف المصانع وموقف الأيادي العاملة العراقية. اليوم أغلب الأيادي العاملة العراقية هي متوقفة وأيضا تأثر على الشارع العراقي، خصوصا تأثر على طبقة الشباب. اليوم عندنا طبقة الشباب هي تعاني من قلة وجود فرص العمل الأجنبي، وأيضا العاملة العربية هي لها الفرصة الأكبر في العراق. مشاكل كثيرة على الحكومة الجديدة أن تنتبه إلى هذه المشاكل ومعالجتها بشكل فوري. فتح المصانع هو مو شيء صعب، أنت راح تستقطب أولا تنعش الاقتصاد العراقي وتقضي على نسبة البطالة. نسبة البطالة اليوم هي جدا جدا مرتفعة، لكن احنا ناشد من خلال برنامج الشارع العام وأيضا الحكومة الجديدة إن شاء الله تكون لها يعني بصمة خاصة خصوصا بالشارع العراقي وتنتبه إلى مطالب الشعب العراقي. أحبة المشاهدين نتواصل وياكم اليوم في الشورجة وهذا المكان الحيوي والمكان المهم، وأكيد كل الناس اليوم هي عندها مشاكل وعندها ممكن مناشدات تناشد من خلال برنامج الشارع العام. اكيد احنا راح نكون الاذن الصاغيه ونقل صوت كل المواطنين. احنا بصراحه ما نريد احد يطلع يعني بالمستقبل القريب ويشتكي. يعني اليوم المواطن العراقي من نطى صوته ونطى ثقته بالمقابل يريد توفير الاشياء اللي هو يحتاجها، اشياء جدا بسيطه، ما حد طلب بيت في ارقى المناطق وسياره ووظيفه، لكن هو الاشياء البسيطه هي الخدمات اللي ممكن يتوفرون الكهرباء على مدار 24 ساعه، هذه مو فد مشكله، توفرون الخدمات يعني ما اعتقد بها فد مشكله، ما تاثر عليكم، عندنا موظفين بالدوله وعندنا اليات بالدوله وكل شيء متوفر، لكن العمل الحقيقي والعمل الجاد هو غير متوفر بصورة جدا كبيرة. يعني احنا اليوم للأسف اكو فد مشكلة بتحدث عنها، هي مشكلة اليوم رفع النفايات. يعني يفترض على أمانة بغداد اليوم هي كل آلياتها والعاملين اللي متواجدين بها أن ترفع النفايات في جميع المناطق العراقية، لكن اليوم اكو رفع النفايات من قبل الأهلية. يعني اليوم الأهلي هو يحتكر المواطن بدفع مبالغ مادية، والمواطن يعني لا الحكومة تجي الآليات الحكومية ترفع النفايات، يضطر إلى أنه يلتجئ إلى الأهلي. ليش هذا يلتجئ إلى الأهلي؟ إحنا عندنا الآليات وعندنا العمل وعندنا يفترض هذه الآليات أن ترفع النفايات في كل المناطق،
دور الاهلي هو ما اعتقد له دور، يعني انه اليوم المواطن الفقير يقوم الزباله امام بيته وما عنده ينطي 10,000 او 15,000 اشتراك شهري، طبعا تاثر على الفقير. راح تقول لي شنو قيمتها؟ لا، عند الفقير ال 10,000 و 15,000 هي لها قيمه. نص شعب العراق اليوم هو قاعد ايجار، مشكله الايجار ومشكله ايضا السكن بالعراق هي مشكله جدا كبيره. لحد هذه اللحظه الحكومه ايضا ما وفرت لها حل، مشاكل كثيره اذا اردنا نتحدث بها اليوم على الحكومه ان تنتبه الى المشاكل اللي يعاني منها المواطن العراقي. مشكله السكن وارتفاع العقار، اليوم العقار هو اغلى تقريبا دوله هي هو العراق بارتفاع العقار. كل الدول المجاوره واللي هي تتمتع بالامن والامان والسياحه والخدمات هي تكون عقاراتها ارخص من العراق، بدا مواطن العراقيين يتجهون الى تركيا وشراء عقارات هناك. لكن اليوم العقار في العراق يعني في ظل عدم وجود الخدمات في هذه الاماكن اللي هي تتواجد بها العقارات، لكن هي مرتفعه جدا. ممكن اكو بعض المناطق يوصل المتر الى 2,000,000 دينار، يعني هذه ابسط مناطق، يعني ممكن حتى الخدمات ما متوفره بها يوصل الى 2,000,000 دينار او 1,500,000 دينار. ناهيك عن المناطق اللي هي احنا نقول عليها راقيه، لكن هي ايضا تعاني من مشاكل، يوصل المتر الى 3,000,000 دولار، يعني اسعار خياليه جدا صارت بالعراق، وهذا يوقع على كاهل المواطن. اليوم الفقير ما يقدر يبني، ما يقدر يشتري، اضافه الى ارتفاع الدولار اللي اثر على مواد البناء. اليوم مواد البناء كلها مرتفعة، وأيضا أي شخص اليوم إذا يريد يبني يحتاج له خلينا نقول بالعامية قنية مال فلوس. نكمل جولتنا حبة المشاهدين ونشوف هنا المواطنين في الشوجة ونتحدث وياهم. يعني اليوم الشارع العراقي من يوم أمس كانت أكو ناس متوجهة إلى الانتخابات وتنتخب وتدلي بصوتها، لكن اليوم الحركة طبيعية، وأيضا مثل ما تشاهدون الناس اليوم هي نازلة وتتبضع وتتسوق هنا. نشوف الناس هنا أكيد ونتحدث وياهم حول الشورجة والأسعار. دائما احنا من خلال برنامج الشارع العام الناس تشتكي من الأسعار وتشتكي من ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار اليوم هو أكيد مؤثر على كل العراقيين وعلى كل الناس اللي هي تنزل تتبضع. لكن نشوف الشباب هنا، تعال صديقي نحكي وياك. شكرا لك. يعني هذه دائما الناس تستحي تتحدث امام الكاميرا، لكن احنا اكيد نشوف بقيه المواطنين اللي هم عنده ممكن حديث او عنده مناشده او عنده مطلب ان يطالب به الجهات المعنيه او الجهات اللي المختصه. اليوم احنا كعمل هو العمل الحكومي متجمد لحد هذه اللحظه، ننتظر اكيد تشكيل الحكومه القادمه. كل العراقيين ينتظرون تشكيل الحكومه القادمه. الحكومه القادمه احنا دائما نتمنى ان تلبي، ذكرت في حلقات سابقه واذكر الان، تلبي احتياجات المواطن العراقي. شلونك حبيبي؟ شلونك؟ زين الحمد لله، شكرا لك. نكمل جولتنا مشاهدينا وايضا نشوف بقيه الناس هنا المتواجدين. طبعا اغلب اهل البسيط هم ممكن دا يشتغلون ويترزقون، فما نقدر نتحدث وياهم، يعني ممكن نأثر عليهم شويه. لكن نكمل جولتنا مشاهدينا الكرام هنا. والشورجة هي تعتبر من اهم المناطق واكثر المناطق هي كثافه بالماره، وكل الاشياء متوفره هنا من ملابس، من غذائيه، من كل اللي يحتاجه المواطن العراقي هي متوفره هنا. نشوف هنا المواطنين ونتحدث وياهم. لكن السلام عليكم. سلام. شلونك حجي؟ نحكي وياك شويه. السلام عليكم. شلون هالشورجة؟ كل زينة الحمد لله. زينة؟ اي زينة. شغلكم عملكم شلون مثل قبل لو اكو اختلاف؟ لا اكو اختلاف. نعم. قبل نبيع اكثر هسه ماكو، حتى يعني مشكلة الدولار لو اكو مشاكل ثانية تعاملوا معها؟ لا، مشاكل الفلشة والكشكات والشنابر. نعم. هسه حتى المواطن اللي يجي يتيه الشارع من يشوفه هيجي، نعم، يقول مو هذا الشارع، يروح الغير شارع يظل يدور. يعني شالوا تنابر الكشكات الشارع، كل هاي الكشكات فلشوها وشالوها. زين، هذا تعتبر من المتجاوزين؟ هي مو هسه احنا ما متجاوزين، غير صاعدين على الرصيف. نعم، بس هم يعتبر شارع هذا. زين، انت شلون تشوف اليوم ازاله التجاوزات وبدون توفير اماكن بديله لهم؟ يعني اليوم على الحكومه يفترض قبل ازيل التجاوز توفر لهم اماكن بديله قبل لا يزيلون التجاوز. ما كل مكان بديل، بس طونا بانه صعدوا على الرصيف. نعم. فتحوا من الساعه بالخمسة الصبح للساعه بالخمسة العصر، عزلوا شيلوا غراضكم وانضموها بغير مكان، كون يظل المكان مفتوح ماكو باي شنبر. زين، شلون هنا المكان مالتكم؟ وين تضمون غراضكم؟ شلون تفتحون تعزلون؟ نفتح ونعزل نضم غراضنا بالمخزن، قاموا ياخذون عليها ايجارات ذولا المخازن. نعم. ناخذها العصر نعزلها والصبح نجيبها نفتحها بعربانه. نعم.
هي هاي للتعب. منتخب جنابك اكيد اكيد منتخب ورايح منتخب، شلون شفت اجواء الانتخابات البارحه؟ يعني الاجواء اكو تسهيلات، وشلون شفت التسهيلات باجراء الانتخابات من خلال الموظفين المفوضيه من خلال ماكو يعني الأمنية. اشكالات غلط ما غلط بانه يعني يوزونك على هاي الصفحه انتخب هذا انتخب ماكو هذا ماكو، هو المواطن حر باختياره. لا ماكو الحر ب احنا نعم. اربع نفرات. شنو املك بالمرحله القادمه من خلال انت اختارت شخصيه؟ اكو عندك امل بانه يوفرون احتياجات المواطن، يقضون على البطاله، يخفضون سعر الدولار؟ نقول هذا بلكي ينزل الدولار، اذا صعد الدولار بعد الامور صعبه اكثر. زين اذا نزل الدولار اكيد راح تنتعش الاسواق. اذا نزل الدولار اكثر الاشياء تنباع باسرع وقت. زين بعد الشورجة اكو كثافه عليها من قبل المحافظات العراقيه، الشورجة معروفه بانه كل المحافظات العراقيه تجي تتبضع من عندها، اكو كثافه مثل قبل؟ لا يعني والله ما فارغ هسه انت مو قاعد تصور من البدايه لهاي. نعم هاي مو مثل قبل يعني مو مثل قبل، قبل ما لك طريقه تفوت. نعم يعني ازدحام 90% اكثر من هذا. نعم نعم احنا يعني نشكرك يابا، شكرا جزيلا لك. شكرا، كمل جولتنا حبتي يا مشاهدين. نعم تفضل. انتم هم بانه حاكونا البلديه ليش نعم ايش بيها البلديه؟ قبل شوي كنت تتحدث عن المشاكل البلديه، شنو اللي عندك مشكله ويا البلديه؟ ليش مكانات ومكانات منا الباب الشرجي كلها مفتحه ونازله على الشوارع واحنا هنا طابين جوا، وقامت حتى سيارات الطباعة. وين اكو سيارة طب؟ طب سيارة هنا. طب سيارات زين. هنا طب كبات هناك شو اسمه هنا. يعني انتم تطالبون اليوم بسماح لكم على مود تخلون غراضكم بشنابر او اكشاك تخلون غراضكم بيها؟ لا مو اكشاك ما نريد. نعم. تشمبر هيك ناصي هاي الغراض. نعم نحطها بالتشمبر نغفله. نعم. ونروح للبيت. نعم شلون توصل رسالتك؟ انت اكيد ناشدت وتوصل رسالتك الى الجهات المعنيه، وبنفس الوقت احنا نطالب ان توفير اماكن بديله لكم، اذا هم يحاربون المتجاوزين يفترض ان يوفروا لهم اماكن بديله وممكن ماكو. والله هو المكان البديل اللي اعطونا بانه صعدوا على الرصيف لا تنزلون على الشارع. نعم هسه انت شفت شارع العام. نعم اكثر نسبته مفتحين على الشارع وحتى هي الناس فقره. وين تروح اليوم؟ اليوم كل العراقيين هم ما عندهم عمل، يلتجئ الى البسطيه. ماكو عمل ماكو بالنسبه عمل ماكو. نعم ولو اكو عمل. وبالنسبه لي انا مريض بيا صرع، وهنا فجرونا ابني مات وانا عجز 85% عندي بالانفجار. نعم هذه الشظايا ماكر الشظايا سبب لاتينات، وبعتها الشظايا بصدري وابني استشهد مات هنا فجرونا. هذه احداث تتحدث عنها قبل ايش قد؟ قبل اربع سنوات. قبل اربع سنوات اي نعم. احنا نتمنى لك الصحه يعني والعافيه اولا ورزق، وان شاء الله يا رب مناشدتك توصل الى الجهات المعنيه. يستر عليكم. احنا نشكرك يا ابو، شكرا جزيلا. يستر عليكم الله. شكرا. نكمل جولتنا مشاهدينا الكرام، وايضا مثل ما تحدث الاخ هنا بانه الانفجار اكيد شفنا مكان الشظايا لحد الان متواجده في جسمه، وايضا نتمنى ان شاء الله هذه الانفجارات ما تعود الى الشعب العراقي. لكن اليوم هي المشكله دائما احنا نتحدث حول ازاله التجاوزات، يعني اليوم احنا مو مع التجاوز والمتجاوزين، اكيد نريد نشوف طرق يعني يطب بها المواطن يرتاح، لكن بنفس الوقت وفروا له الاماكن البديله. انت اول ما تجي يزيد مثلا في منطقه الشورجه اوفر له اماكن بديله وقول له يابا انا انطيتك هذا المكان، انت شيل غراضك وروح فتح، لكن انت ما جاي توفر لهم مكان، واحنا دا نعاني من مشكله بطاله وشغل ماكو، وبنفس الوقت راح تصير المشكله مشكلتين. نتمنى اكيد الالتفات الى هذا الموضوع، و إزالة التجاوزات هي الناس مو من فراغها جاية تشتغل في أماكن متجاوزة، لكن هو العوز اللي يمر به الشاب العراقي واللي يمر به المواطن العراقي، هو أكيد يجبر المواطن العراقي على التجاء إلى التجاوز ويلتجئ إلى التجاوز. الله يساعدك حجي، شلونك؟ نحكي وياك شوية. أنا يابا شلونك؟ شلون شفت الشورجة؟ أسعار الشورجة؟ نعم افتر افتر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بيها غلى. بيها اكو غلى. مقارنة بالدولار كان 120. نعم، يعني اليوم انا تحدثت في اصحاب المحلات قالوا احنا شغلنا مو مثل قبل صار، يعني اكو. انت تحكي على الشورجة، احكي المحلات بداخل المناطق. نعم. الشورجة اسعارها يعني لا بأس بيها. نعم هي ايضا اثرت عليهم، يعني هم صعد. مو مثل قبل ممكن انت. هم صعد، بس اكو نص يبيعون بعد ما يسوقون.
يعني نشوف نعم. هالعرباني يبيع بعد ما يتسوق. نعم يعني صارت ضعف بالاقبال المواطن نفس الحاله من يشوف يعني قبل التشنت مثلا بورقه تشتري فد 10 حاجات، هسه بورقه تشتري 6 حاجات 5 حاجات. نعم زين انت كمواطن اليوم شلون تشوف قدرتك الشرائيه مثل قبل؟ انا اقدر اشتري بس غيري يجوز ما يقدر يشتري. نعم الناس البسيطه ما يقدروا. نعم زين الانتخابات يوم امس شلون شفتها؟ شلون شفت الواقع؟ يعني لا شاركت ولا اريد اشارك في الانتخابات احكيك صراحه. ما يعني ما شاركت بالانتخابات؟ اكيد هذه حريه شخصيه وراي شخصي انت طبعا ما يفيد لي ما يصير شارك. نعم ما يصير يعني ما عندك امل بانه لا, لا. اذا ما يتغيرون ذولا كلهم ما يفيد ما يصير شارك. نعم يتغيرون كلهم تجي طبقه جديده تحكم. نعم هاي قناه؟ نعم احنا قناه وطن. احنا نشكرك يا ابو شكرا جزيلا لك. طبعا نكمل احبه المشاهدين جولتنا. يعني مثل ما ذكر الاخ انا ممكن ال $100 صارت اليوم ما تكفي من اجل اذا ردت تتبضع من ناحيه ملابس او اكسسوارات او مواد غذائيه. فعلا في هذه الوقت وفي المرحله هذه ما تكفي ال $100 اكيد. اليوم هذا السوق اللي هو مهم جدا وسوق قديم هو الشورجة، لكن اليوم بدنا نشوف تفتقر الى ابسط الخدمات. يعني اليوم هذا الشارع هو محفر منذ يعني فتره كلش طويله. هذا الشارع محفر ما احد منتبه له، ما حد يعني ممكن مطوره. يفترض على الاماكن القديمه ان تشهد تطور، تشهد اعمار، تشهد، لكن هذا الصوره واضحه امامكم مشاهدينا الكرام. يعني نكمل جولتنا اكيد ونشوف ناس نتحدث وياهم بعد اكثر حول الشورجه، شغل الشورجه، وضع الشورجه. احنا نعرف بانه بالفتره الاخيره اكو خمول بالحركه بسبب ارتفاع الدولار، بسبب ايضا المشاكل الاقتصاديه اللي يمر بها البلد. دائما تكون الحركه عند يعني بدايه الشهر، يعني تكون اكو توزيع رواتب واكو رواتب توزع للمتقاعدين للموظفين، اكيد راح تصير اكو حركه في الاسواق. لكن اليوم هي الحركه يعني مثل ما تشوفها لا باس بها في الشورجه، اكو ناس جايه تتبضع وتتسوق الى محلاتها ممكن تتسوق الها، لكن اليوم اكيد هي مو مثل قبل. نرجع نقول مو مثل قبل، تاثير الدولار هو اللي اثر على الشورجه. اذا احبه المشاهدين نكمل جولتنا لكن ناخذ فاصل قصير ومن بعد نتواصل، خليكم ويانا. نرجع احبتي المشاهدين من بعد الفاصل ونكمل جولتنا في الشورجة وراح نتعرف على اسعار الملابس. اليوم شفنا الاسعار الملابس يعني لا بس مو كلش تكون غالية في الشورجة، وايضا شفنا نزول الملابس المدرسية. ينضم ويانا احد اصحاب المحلات ونشوف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله اليوم وبركاته. اليوم شفنا جنابكم منزلين الملابس المدرسية قبل فترة اثرت عليكم بانه كان الدوام الكتروني، فاثرت على الملابس المدرسية اللي كانت عندكم؟ اثرت هواي. نعم. واي اثرت يعني. نعم. كل سنه صار تقريبا سنتين على المدارس الالكترونيه ماكو موسم نهائيا ماكو المدرسية. هي نامت، جبناها ونامت علينا. نعم. فهسه ان شاء الله نتامل من الدوام يقولون اكو بلكي. نعم. الله ويصير موسم يصير دوام حضوري. احنا اولا مو شخصيا ان نحكي على السوق. نعم عموما نحكي على العالم. نعم. نحكي على الطلاب، الطلاب تدمرت. نعم خريج إدارة واقتصاد هنا أنا قاعد أو خب أصلا يعني هاي الخريجين احنا دائما بجولة خريجهم يعني يشترون غير نفتح له بسطية هنا ويا دوب يبيع له ب 25,000 يروح للبيت ياخذ له علاقة. نعم شغلكم هنا بصورة عامة شلون الشورجة؟ والله شغل تعبان من صعد الدولار لحد الآن. نعم. كلش تعبان. نعم الدولار دمر الدنيا كلها. زين جنبك أكيد منتخب انتخبت يوم والله الخامس. انت البارحه انتخبت ونتامل. نعم. منهم الخير ان شاء. نعم. الله ولا عوف صبعي وان شاء. نعم. الله بلكت الله يسوون شيء بلكت. انت اكيد اختارت شخصيه. طبعا اختارت شخصيه ببالي واصلا مو مجرب نهائيا وبلكت الله. زين. نتامل منه الخير. نعم اكيد اليوم انت من ذهبت الى صناديق الاقتراع اكيد خليت ببالك شخصيه وانتخبتها. شنو اللي طالب من هالشخصيه اللي انتخبتها انت كمواطن وهنا الشورجة؟ طالب انا انا بالنسبه لي شخص انسان مريض. نعم. عندي تلاسيميا بالتكسر بالكريات البيض. نعم وادير كل اسبوعين بطل دم. نعم هواي نقص بالصحه. تحدث يعني الصحه دمرتنا. اولا دم ماكو وناشدنا يا ما ناشدنا لحد الان اكو فصائل ما بيها دم.
الشيء الثاني مضخات ديسبرال، مضاد للحديد، اكو اطباء يعرفونه يعني، يجوز انت اذا ما مر عليك هذا مضاد للحديد، ما يخرب الوجه، ما البشره تبقى على حطتها اذا تاخذ هاي الابره اسمها مضاد للحديد. نعم. مضخات مال ديسبرال ماكو، مضخات مال ابر ديسبرال ماكو، يعني هواي شغلات ناقص، اجهزه المفروض احنا من ايران، هاي ايران، ايران الفقيره اللي عليها الحصار من التسعين لحد الان خفوا هذا المرض. شلون خفوا؟ اكو جهاز، جهاز عمره شهرين الجنين يحللونه، اذا حامل الصفه او مصاب يذبونه. نعم. ينذب بعد هذا المرض انتهى. هسه احنا لحد الان كل يوميه يطب لنا 100 مريض يوميه. ما هذا الجهاز اجيبه وخلى عالم تتعلم عليه ويشتغل وماكو اشكال يعني. يعني لو كل الدول اللي هي عندها هذا الاجهزه فقط العراق غضت، غضت الدول اغلبيتها غضت على هذا المرض. زي. بقى بس العراق يعني ما زين. انت من خلال مراجعتك الى الدوائر وشفت المراكز الصحيه شلون تعامل؟ ماكو معاناه دمار. هسه انا بالنسبه لي نعم. من الاوائل اللي الروات هسه لا رعايه اجتماعيه ولا معين. نعم. مين هل ما عندي؟ زين قدمت انت على الرعايه؟ قدمت الرعايه من زمان، من زمان يقولون انت فوق خط الفقر. ليش قاعد بجميله ويا اخوي؟ اجى طلع كشف علي قال لي فوق خط الفقر. انا راتب ما عندي نهائيا لا مال معين ولا مال رعايه، اثنينات ما عندي. من كان عبد الغني مدير نعم الصحه قال لكم الاوائل التعيينات وكل شيء ماكو. انا بالنسبه لي مخلص سادس اعداد وقاعد ما اقدر اكمل دراسه، وانا متزوج وعندي طفل، وثانيا انا هنا أنا عامل يا دوب اطلع المصرف هم للعلاج وهم للمصرف البيت. زين العلاج انت ايش قد؟ وايد اشتري علاج. يعني اولا ابره شهريه هاي كل شهر 25,000، اسكالبات باكيت 25,000 يكفيني 15 يوم، هواي هواي معاناه، حليب مال كالسيوم، ابره الحبوب مال كالسيوم هذا كله ب 25 وب 15، مال راحت من بالي اطلع الشيطان، حبوب مال هشاشه العظام هذا ب 25,000، الله كفيلك يبقى اربع حبايات بي، يبقى خلال اسبوعين يخلص. يعني هاي كلها فلوس بالشهر قدش تقريبا اربع بس العلاج؟ لا بس العلاج فد ربع يراد لي بس العلاج. هو اكو مال معين بس ما قاعد يقولون لنا عندنا كتاب، هذا كتاب اطلع لك اياه. نعم. لمرضى الثلاسيميا يقولون لنا لا احنا بعد ما جاي الكتاب واصل لنا هنا. نعم. وانا اقول لك رحت الواحد قال لي نعم. مليون ونص اسوي لك اياه، انا مليون ونص ما عندي. انا لو عندي مليون ونص لا اكملهن، الله كفيلك اكملهن 3 ملايين واخذ لي تكتك واشتغل بها بالمدينه هواي احسن لي. ولا هالعيشه هاي ويوميه جايه جاك الواو وجاك الذيب، طبت الامانه طلعت الامانه وهالظالين. زين انت شلون تعاملكم هنا خصوصا تجي الامانه كل فتره تشيل البسطيات؟ نشيل البسطيات يريدون بس الحائط. هسه احنا بالنسبه لنا بالتعزيله هاي الغراض كلها تنشال، كلها تنشال تنشال، عندنا مخازن نضمهم بالمخازن ومأساة قاضينها مأساة. زين. ونطلب من الحكومه الجديده بلكت بها امل. اكيد انت من انطيت صوتك اكيد ما راح. والله انطيت صوتي، الواحد ما مجرب وانا متاكد منه ما يصعد. غير من شيء. نعم. متاكد منه ما يصعد فما يسوي شيء. يعني برايك هذا اللي انطيت صوتي، اللي انطيت صوتي الله شاهد علي، عنده مؤسسه مال ايتام ومال فقره، وتقريبا احنا مرضانا هواي. نعم. مرضانا بس بابن البلدي بالتلاسيميا 1200 مريض، العفو 2200 مريض بس بابن البلدي، وبالكرامه 1200 مريض. انا بالنسبه لي مودي له 100 فايل مال ايتام بابن البلدي، يعطيهم خطيه علاج، يعطيهم هواي يعني. نعم. ان شاء الله المرحله المقبله تكون مرحله خير، واحنا نتمنى لك الصحه والعافيه ان شاء الله والشفاء ان شاء الله، وشغلكم ان شاء الله يرجع يتحسن. احنا اكيد كلنا امل بهذه الحكومه بانه اول شيء تخفض سعر الدولار وتخلي العالم تشتغل، لان الشارجه هي معروف عليها تشتغل يعني بكل الاوقات، لكن الدولار اليوم احنا شفنا حتى حركه المواطن مو يعني بكثافه مثل قبل. مو الدولار حيل دمرنا، ادانا حيل يعني. هسه انا بالنسبه لي هاي الصدريه ب 20، اكو عالم ما تقدر تشتريها ب 20، يجيني هنا يقول انا ما اقدر اشتريها ب 20، ما عندي امكانيه 20. اللي عنده ثلاث جهال واربع جهال ما يقدر يشتريها. وقبل من كان الدولار ب 15، العفو ب 20، 120 كانت ب 15,000، فرق فيها 5,000 فرق واي. نعم. والله يساعد الفقيرين. نعم. احنا نشكرك، شكرا جزيلا لك اخوي العزيز، نشوفك شويه
طبعا شفنا المشاكل اللي يعانون من عندها اهالي الشورج، يعني كثير مشاكل خصوصا مشكله الدولار اللي اثرت عليكم اليوم. مشكله الدولار يعني قلت من الحركه، اكو ناس ما نزلت تتسوق مثل قبل بكثافه. والله بالنسبه لنا احنا هاي السنه سنه الضيم، احنا نسميها احنا سنه عن سنه تجينا سنه ضيم، سنه تجينا بها داعش، وهاي السنه تجينا بها ما شاء الله ما دولار صاعد، كنا نقص الغلاط طلع لنا قطعه ب 7000 تبيعها ب 10 بديات شيرتات، انا ابيع ملابس رجاليه عند تشامبرن اللي ورا وراك. نعم ما شاء الله فلشوا البلديه، بس انت من خالت من فلشتني غير تعطيني شيء بديل، غير يعني فالشغل اقدر اعيش بيها، خبزه اكل بيها، جالس انا قاعد سلام عليك جاي وحاط غراض بالستان ستانيه، جبت ستانيه حاطين ابو جايم والبديات، جاي اصفي بيهن يوميا طلع لنا 10000 15 20000 ونرجع البيت. زين اي والدولار يعني والدولار 149 148 القطعه تطلع من قاحه وحق هذا الله من قاحه تطلع لنا 9000 تبيعها ب 10000 دينار. زين اليوم ايضا حتى المواطن اذا شاف القطعه رخيصه يبدي عامل طبعا. يعني يقول لك تصير كذا بكذا ب 10 يقول لك ب 8 يعني اذا هي عليك 9. نعم الشعب العراقي يعرف بانه من يجي الشورجة او باب الشرجي اشياء رخيصه يلقى يبدي عامل، ممكن حاجه اذا بالفلوس يقول لك تصير بالف او هو العراق اذا ما يعامل ما يرتاح شو يسوي هذا. نعم. العراقي زين شغلكم اختلف عن قبل، قلت اختلف كل شيء هواي طبعا والله الحين سنه عن سنه جاي ينتعش شوي اقل شوي بعد يوم والله كريم. زين عندكم عمل ان شاء الله اذا صار دوام حضوري اكيد راح يكون اكو حركه على الملابس المدرسيه اذا ان شاء الله دارج على الحركه وهاي، بس احنا ما نقدر نفتح انا امانه بغداد ما تقبل. نعم. زين انت قلت لك تعال فتح، فتح متحرك زين انت عندك غلط كوم وين جيت توديه زين ممكن هذه التشكيله الحكومه الجديده هي راح توفر لكم الاماكن البديله، ممكن انت من انتخبت وانت صوتك اكو ناس تحس بالفقير ومعاناه الفقير. والله كل سنه انتخبوا واحد جديد وان شاء الله دوله جديده، يومين ينتخبون واحد جديد يومين ينتخبون واحد جديد، ممكن هذه هم انتخبت واحد هم جديد. نعم ممكن هذه المرحله تكون مرحله تغيير وتكون اكيد اكو بيها صالح للمواطن العراقي. الله يسمع من حقك الله كريم بعد يوم. نعم. الله تحدث لنا عن الشورجة قبل شلون كان شغلكم بساعة فتحون، وحاليا يقولون بده يعزلون من وقت او بانه حركه ماكو، اغلب المحلات تعزل من وقت. والله قبل الشورجة كنا خير من الله، كنا نفتح الساعه ب7 نعزل الساعه ب4 خير من الله كان شغل يعني، وتعرف المدارس ومدارس كانت موجوده ماك هاي مال الكترونيه ما شلون هسه جايت لنا سنه جديده. نعم المهم وهسه جايتها كان بدايه تفليش والدولار صاعد يعني صار خبيص ما تفيدنا والله احنا. نعم نعم بس لو اكو فد شغله بديل بالقران مبطلين منه هسه. نعم. جايتها كان خامس اعداد وبطلت من المدرسه، بس هنا غير تجت على الشغل غير اللي. نعم. شيء يعوف شيء. نعم. احنا عفنا شيء لان ندري ماكو تعيينات، تاخذ لك شهاده بكالوريوس تاخذ لك شهاده وماكو تعيين. نعم. فعلى الاقل اشتغل والله كريم وبالشغل هم فلشونا بعد ما تفيد. ان شاء الله المرحله القادمه الله كريم ان شاء الله الله يعوض. العراق كله ينتظر اليوم الحكومه وتشكيل الحكومه وينتظرون اكيد النتائج وفعلهم على ارض الواقع. هي اليوم تبين ونشوف يا ام الله وليه. احنا نشكرك حبيبي شكرا جزيلا لك شكرا. اذا احبت المشاهدين المتواصلين وياكم يعني شفنا اصحاب المحلات ومشاكلهم حول ارتفاع الملابس، اليوم ارتفاع الملابس هي تاثر على صاحب المحل وايضا تاثر على الزبون اذا ينزل الى الشورجة ويتبضع، يعني اليوم مثل ما ذكر بأن الصدرية هذه المدرسية تكون ب 15000 دينار، لكن اليوم بعد ارتفاع الدولار أصبحت ب 20000 دينار، يعني ممكن صاحب العائلة إذا عنده أربع نفرات هذا فرق 20000 دينار، وإذا كانت ثلاث نفرات 15 تأثر على كل العراقيين، الحركة ضعيفة جدا اليوم في الأسواق، حتى إذا كانت الشورجة اللي هي تعتبر رخيصة يفترض أن يكون كثافة ناس بها، لكن هذا الحكي كان قبل بما أنه تنزل الناس وتتبضع وكانت كل الأشياء رخيصة. أملنا بالحكومة القادمة أول شغلة هي تخفيض سعر صرف الدولار اللي أثر على المواطنين واللي أثر على أصحاب المحلات تأثير عمومي، كل حلقاتنا وكل جولاتنا اللي نعملها الناس تتحدث بالدولار وتطلب من الجهات المعنية تخفيض سعر صرف الدولار. هذه إن شاء الله بالمرحلة المقبلة تكون أكو إلها التفاتة حكومية وتخفيض سعر صرف الدولار وترجع الحياة مثل قبل وترجع حركة العمل مثل قبل. اليوم الشاب العراقي يعني أغلبه اللي واصل إعدادية ومبطل بسبب الشغل وبسبب العمل، وحتى إذا كان متخرج اليوم تشوف الخريجين هم يعني يعمل غير اختصاصه، ممكن تلاقي خريج إدارة واقتصاد أو خريج حتى إذا كان مهندس اليوم هو يعمل في محال أو في بسطية أو أي مكان ثاني من أجل أن يوفر لقمة العيش. اليوم أصبحت الحياة صعبة بالعراق، أسباب كثيرة يعني أي شخص اليوم الإيجارات غالي تنزل الأسواق كلها غالية، المخضر غالي،
الحصة التموينية ما تتوفر بشكل شهري وبأعداد كثيرة، يعني دائما ينطوك زيت يقطعون الشكر، ينطون الشكر يقطعون المعجون، هذه المشاكل اللي مستمرة طيلة الفترات. إذا أحبت المشاهدين ما زلنا متواصلين وياكم، وأيضا نشوف بقية الحركة في الشورجة، ونأخذ فاصل قصير ومن بعدها نتواصل، خليكم معنا. نرجع وياكم محبتي المشاهدين من بعد الفاصل ونشوف الشباب هنا. الله يساعدك حبيبي. حبيبي اهلا وسهلا. شلونك؟ هلا قلبك. شلون هالشورجه؟ احكي لي شلون شفت وضع الشورجه؟ والله الشورجه انا صار لي فتره ما جاي، بس فاجأت بهذا الوضع المزري. هاي الخيسه، هاي هنا المفروض يصورون فيديو كليب مال اذا بروح نشخ بالطين، هنا يصوروها، وشفت هسه خطيه ولا دبر ربل هذا الشيء، خطيه شافوه البلديه وشالوه حطوه وين؟ بالبادي. بس هالخيسه ما يشوفوه. ليش شالوه حطوه بالبادي؟ خطيه واقف على جهه لان قالوا له اطلع مرتين وما طلع. بس هذا هم يقولوا له اطلع، بالله اطلع اطلع، ما يطلع، يشيلوه ما يشيلوه. نعم. بس ذاك يشيلوه الولد يعني. زين زين، هاي ولد. ثاني شغلين بيتنا هم مات خيسه طالعه، حلو؟ بيتنا بالجامعه، هم خيسه طالعه واكو واحد متجاوز خطيه باني لبيت يريد يقتل خطيه، زين؟ سقف فوق قاعد يحمي، جو فلشوا، والخيسه اللي يمه ما يشوفوه. يعني هذه خصوصا المشاكل ازاله التجاوزات تحدثنا بها، خصوصا دون توفير اماكن بدري. يعني هنا اصحاب المحلات بالشورجة تحدثوا بهذا الموضوع بان اليوم الدوله هي ما تخطط، يعني يفترض على الدوله قبل ازيل التجاوزات توفر اماكن بديله. انا فاهم سؤالك. زين، الدوله شو تريد؟ الدوله تريد تبوق بس، تجي هنا تستغل ذولا وتبتزهم، وحتى لان يعرف ما عنده قوت بغير مكان، يجي هذا الولد خطيه ما تضطر تدفع انت فلوس؟ ها؟ ايش قد تدفع؟ ايش قد ما يطلبون يطلع ليش؟ لان حتى يوفر عيش الاهله والجهاله. حلو، ليش يوفر بدائل؟ الفقير محارب وعنده راس، ممكن ماكو ما 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 يقدر احد يحكي وياه. يعني اليوم بس الفقير انت برايك محارب من قبل كل الجهات؟ اكيد الفقير محارب. نعم. الفقير ليش يريدون يمتصون دمه؟ يمتص دمه. يعني هو فقير شنو عنده؟ شنو هو دي؟ هذا بدي اقول لك انا اعطيه شو يريدون اعطيه؟ عرفت شلون؟ شو يريدون اعطيه؟ يبيع كليته يروح حتى دي يعيش اهله وجهاله. زين، عرفت شلون؟ أه شلون شفت الاسعار اليوم بالشورجه؟ الاسعار والله حجي معلقه. شنو انا جالي هنا، جالي هنا البدي بيش ها؟ نعم. 10,000 في المنصور، 5,000، ليش اجي هنا؟ مو هذول هنا دي يبوقون منهم اكثر مما ابو المنصور ياخذ منهم ايجار، عرفت وين ولا ملخص؟ زين، ليش سعر البرميل الدولار هسه معلق؟ مو 80 لو فوق ال 80 صار؟ لا 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 معلق 80 85. زين، قبل هو اصلا بحياته ما واصل هيك السعر، ليش سعر الدولار بعده معلق؟ هذا كله خطه حتى يبوقون الفقير صراحه. حلو؟ نعم. الوضع زين بصوره عامه هنا مزري، يعني المفروض الدوله تهتم بهاي ابسط شيء، هاي هوايه حوالي هنا عيشتها كسبت رزقها على هذا المكان. يعني المفروض يعني هو هذا المكان قديم وكل المحافظات العراقيه تجي. نعم. وكل اسواق رئيسيه هذا، بس يعني اليوم بدي اشوف هذا المنظر، يعني بعد ما مطرت. زين، اذا مطرت وش ايش راح يصير؟ احنا نتمنى من الجهات الرقابيه انه تكون دورها فعال، يعني جايين بس شايلين البسطيات، وضع قاع محفره، ماي الدنيا ما مطره، بوع هاي صيف هو مسح على روحه يشيل البسطيه، يشيل البسطيه، وهذا بس حارب فقير. انا هسه مثل مجمده قال اخوي خطيه مكلبين هنا بواحد شالوا ورا بالمالته وصعدوا بالسياره وما اعرف شنو. نتمنى من الجهات المعنيه تتخذ دورها. نعم. اليوم شلون تشوف الانتخابات يوم امس اللي صارت، وشلون تشوف تسير العمليه الانتخابيه؟ والله صراحه يعني بما يخص الانتخابات هم اصلا نفس الوجوه راجعه، بحكم نص الشعب ما راح للانتخابات. الكيكه مقطعه مسبقا. نعم. الله كريم. عندكم امل ان شاء الله بال ان شاء الله ان شاء الله، بلكي الله يلتفت علينا، يجوا الناس تحاول تخدم هذا الشعب المسكين الفقير. الله يرحم. نعم. الراحمين. زين، اليوم شلون تشوفوا اهتمام ولو حاليا بعد لا شكلت حكومه، لكن بدنا نتحدث بانه الحكومه برايك راح تلبي طموحات الشعب العراقي؟ عندنا الاف الخريجين، عندنا جامعات كل سنه تخرج الاف الخريجين، بنفس الوقت رايك بهذه الحكومه القادمه راح توفر فرص عمل للشباب، توفر تعيينات للشباب؟ ابد ما تقدر توفر الحكومه بظل الوجود عدم المحاسبه والجهات الاقتصاديه واللجان والاحزاب الفاسده، ولازم يعني تكون طفره نوعيه مع الاسف، يعني راح دم الشهداء والى اخره. الله كريم. قلت لك انا من جينا. نعم. سولف لك هاي السالفه، جينا قلت له خوي هذول ما يطلعون من الحكومه لازقين، ليش لازقين بالحكومه هسه بالعقل والمنطق؟
هذا اذا يطلع تروح منه الحصانه يدري ينقتل وينسحل بالشارع. زين فشي هذا مكلب يقتل العالم يدفع فلوس يكمل حتى من يطلع. زين يعني اذا يطلع شنو ينسحل بالشارع حاله حال اللي قبله. زين اليوم المواطن العراقي هو عنده وعي وثقافه بخصوص اختيار الشخصيات. اليوم اغلب حساب الوعي يرحم والديك صالح والله بالباب ما والله بالباب ما انتخابات يلزموه هذا لازم. نعم. يقول هذا لي يصوت وحق هذا الله يقول هذا لي هذا الجهه الاخت لازم يقول له لا هذا لي يصوت وينك حريه. نعم. حريه. نعم. حريه وين حريتك تنتخبيت. نعم. ها مكانك يجوز زين اكو اماكن ترى تطبون باماكن كلها كذب كلها باقيهم لازمين مني اذا طب صوت لفلان واحد غير تطلع حطوك يانا مو لا فانت الوضع ما يصير براسه حظ اذا ما ذولا لو يموتون ها لو ما اعرف الله هذا كيم جونغ اونغ يصلحنا بصاروخنا بس. نعم. هذا الحل الوحيد. احنا نشكركم ونشكر مشاركتكم حبيبي ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا 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 لكم. شكرا شكرا لكم. كمل جولتنا مشاهدينا الكرام. يعني شفنا هذا المكان للاسف الشديد مثل ما ذكر الاخ هنا. يعني اليوم الدوله او المرور يزيل شخص هو على باب الله. يعني يفترض هله الهلا بالمواطن الفقير. انتبهوا على المواطن الفقير. يعني من تجي انت وتشيله وتخلي الربن مالته بسياره حكوميه وتحتجزه هذا يعني من المعيب. يعني يفترض ان تكون اكو تعاون بين الشخص بالدوله وايضا يكون مع المواطن الفقير. احنا نعرف الشارجه وباب الشارجه وهذه الاماكن اللي هي تكون بها اغلبهم ناس فقره ناس كسبه. يعني ممكن تلاقي الحمال تلاقي الناس الفقرة كلها هنا جاية تشتغل. نتمنى إن شاء الله الالتفاتة إلى الشوارع العراقية إلى تمليط الشوارع العراقية. يعني رصدنا هذا المنظر شباب هنا قالوا إحنا يعني ليش نشوف هذه الأماكن اللي هي مستنقعات أصبحت وبنفس الوقت ما تجي تسويها وما تعالجها وتروح على المتجاوزين على الناس الفقرة اللي هي ما عندها أماكن بديلة تشتغل وتزيلهم. نتمنى إن شاء الله هذه رسالة أكيد إلى الجهات المعنية أن يوفرون التبليط يوفرون اكساء الشوارع اللي احنا على ابواب شتاء. يعني اذا جاء الشتاء هذا حاليا مو شتاء المجاري طاقه لكن اذا اجى شتاء ومطرت ممكن نص ساعه راح تلاقي هذا المكان كل الناس تعزل وما راح تقدر تشتغل وينقطع رزقها بسبب الفيضان اللي يصير بهذا المكان. نتمنى توصل الرساله الى كل الجهات المعنيه وامنا بالقادم وبالحكومه الجديده ان توفر كل احتياجات الشارع العراقي وكل المواطن العراقي امال بسيطه. ليس هناك امال ممكن صعب تحقيقها. تحقيق المواطن العراقي امانيه هي بسيطه جدا. توفير الاماكن البديله للمتجاوزين اذا اردتوا ازاله التجاوزات وايضا توفير البنى التحتيه تبليط الشوارع توفير الكهرباء في فصل الصيف. يعني احنا لاحظنا من خلال قبل الانتخابات بيوم الكهرباء هي مستمره لحد هذه اللحظه. يعني هذا يدل بان اكو كهرباء. يعني شنو السبب اللي ما تستمر الى 24 ساعه وخلي المواطن يرتاح اذا كان بالشتاء واذا كان بالصيف. اوفر له الكهرباء اوفر له الخدمات. يعني اشياء بسيطه يطالبها المواطن العراقي مطالب شيء يعني صعب جدا. احبت المشاهدين مشاهدين قناه وطن وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم واكيد نتمنى ان شاء الله المرحله المقبله هي مرحله تغيير الى كل الشعب العراقي نحو الافضل. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. الى اللقاء. We'll be right back.